السلام عليكم. اليوم نعرفكم بواحد التجربة رائدة في ميدان زراعة الكروم، قام بها واحد الشاب من الشباب الجزائري في ولاية مسيلة. والتجربة هذه عرفت نجاح غير مسبوق في ميدان زراعة الكروم وإنتاج الكروم أو العنب. يعني في الحقيقة التجارب هذه ولات أصبحت يعني عديدة في صحرائنا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الخيرات الكثيرة اللي حبانا الله بها في أرض الشهداء، التي يعني غسلت ورويت بدماء الشهداء، واللي سوف تبقى شامخة بفضل أبنائنا اليوم وبفضل سواعد وعقول شبابنا لتطوير أمننا الغذائي خاصة والدود على هذا الوطن. أترككم تتابعون هذا الفيديو رائع حقيقة، يعني نشوف كل تفاصيل نتاع التجربة نتاع هذا المستثمر الجزائري اللي دار كل الجهود بفضل يعني الإمكانيات الخاصة ديالو. أترككم مع الفيديو، والسلام عليكم. بين جنبات هذه الأرض القاحلة جسدت مزرعة المتوكلون الفتية، والتي تقع فوق تراب منطقة الجوخة ببلدية عين الريش التابعة إقليميا لدائرة عين الملح أقصى جنوب ولاية المسيلة. هذه المزرعة الواعدة تعود ملكيتها لشاب طموح من أبناء المنطقة، والذي تحدوه إرادة كبيرة لتجسيد مشروع زراعة العنب على مساحة تقدر بثلاثين هكتارا من أصل 109 هكتارات قابلة للتوسعة، حيث انطلق عام 2017 في دراسة تقنية دقيقة للمشروع بمرافقة خبراء ومهندسين في مجالي الفلاحة والري، وبعد إجراء تحاليل التربة والمياه وتحديد طبيعة المناخ المناسب للمحاصيل التي يراد إنتاجها، حيث قام باستصلاح التربة وتنقيتها من الحجارة وإيصالها بشبكة الكهرباء بمجهوداته الفردية وعاتقه الخاص على مسافة 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنجاز حوض مائي بسعة 6000 متر مكعب ومحطة ضخ أوتوماتيكي واعتماده على نظام الري بالتقطير. ولقد بدأ هذا المستثمر في عملية غراسة 40,000 شجرة عنب مثمرة بتقنيات حديثة وملائمة للتربة ومناخ المنطقة، وزراعتها وفق نظام العريشة المعتمد فلاحيا عن طريق تغطيتها بالشبكة الفلاحية التي تحميها من ظروف الطقس القاسية والحشرات الضارة. مستثمرة المتوكلون النموذجية تشغل حاليا ما يقارب 20 عاملا بصفة دائمة، ويصل عددهم في موسم جني المحاصيل إلى 60 عاملا، وهذا ما جعلها توفر العيش الكريم لمشغليها وسط ظروف مهنية مريحة. ثمرة هذا المشروع الطيب ظهرت عام 2020 ليتحسن مردودها في الموسم الموالي لعام 2021، وقد بلغ معدل الإنتاج فيها 160 قنطارا في الهكتار الواحد. ليبقى الهدف الأسمى للمستثمر خلال الأعوام القادمة بلوغ معدل إنتاج يقارب 700 قنطار في الهكتار الواحد، هذا إن توفرت الإمكانات المناسبة والمتمثلة تحديدا في تعزيز منسوب المياه المخصصة لسقي هاته المستثمرة، ويتأتى ذلك بمنحه رخصة إضافية لحفر بئر ارتوازية، مع العلم أن البئر المتوفرة داخل هاته المزرعة غير كافية لسد احتياجات الأشجار الموجودة حاليا
وما بالك بغرس أشجار أخرى؟ بالإضافة إلى ضرورة الرفع من قدرة تزود المزرعة بالطاقة الكهربائية. تعلق هذا الشاب بأرضه التي نشأ فوق ترابها وتحديه لكل أنواع العراقيل والعقبات التي وقفت في طريقه والمتمثلة في بعض المشاكل الإدارية المتعلقة بتسوية ملف ملكية الأرض التي تقبع فوقها هذه المزرعة، جعلته يترجم هذه الإرادة الفولاذية على الميدان، محولا هذه الأرض البورة المهجورة منذ سنين إلى جنة بديعة تسر الناظرين. الآفاق المستقبلية التي ينشدها صاحب مستثمرة المتوكلون تبدأ بتطوير نشاطه وتنويعه إلى مجالات أخرى، من بينها إنتاج أعلاف المواشي وإنشاء مجمع تبريد لحفظ الإنتاج الوفير لهذه المزرعة الذي يلبي احتياجات السوق وتطلعه لدعم المنتوج المحلي والوطني من أجل تحقيق الاكتفاء الغذائي والمساهمة في الدخل الفردي والقومي، وكذا تحقيق هدف الأمن الغذائي. نجاعة هذا المشروع وازدهاره لا يكون إلا بمساعدة مختلف الهيئات التي لها علاقة مباشرة بهذا الاستثمار الفعلي، ومرافقة مستمرة لمصالح الفلاحة والري، علما أن السلطات العليا للبلاد تولي الاهتمام الأكبر للاقتصاد الأخضر والنهوض به من أجل تنويع موارد الدخل وكذلك ترقية مناطق الظل بالجزائر العميقة بمحاولة نفض غبار الحزن بالماء والخضرة والوجه الحسن وترشيد استغلال خيرات هذا الوطن.